الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. ليلة طيبة ومباركة علينا وعليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أوقاتكم دائما في خير وسعادة وعافية. في بداية هذه الحلقة لا بأس أن نذكر شيئا قد كثير من المؤمنين على أي حال مبتلون به و يمرون على هذه الحالة بين أقرانهم وبين أصحابهم. قبل أن أذكر أصل الروايات في هذا المجال، أنه أيها الأصدقاء أيها الإخوة، الإنسان على أي حال بالنسبة إلى متطلباته وما يريده وما يؤمله، هذا في واقع الحال يرجع إلى حجم همته. الإنسان اللي يدرس جيدا ويسهر الليالي ويترك راحته وملذاته وميوله ورغباته ويقرأ ويقرأ ويدرس، لا إشكال أنه سيحصل نتيجة جيدة، لأنه من قرأ كثيرا ومن طالع كثيرا ومن اهتم كثيرا فإنه لا يقبل بالقليل من الدرجة، بالقليل من المعدل. لما تقول له يا بعدت معدلك 95، يقول لا سيدنا هذا قليل، أنا قريت حتى أحصل 100، أنا تعبت حتى أحصل 100، معدل 100. فشوفه ما يقبل بالقليل لأنه دفع الكثير. والعكس بالعكس، العكس أنه إذا إنسان في واقع الحال ما منطي من نفسه، ما تعبان، ما مضايق نفسه، رغباته على حال ماشي عليها وميولها على حال مستجيب لها، دروسهم هواي ما مهتم لها، إذا محصل 40 هم يعتبرها زايدة. ليش؟ يقول أنا أصلا ما قريت. فالحياة هالشكل، متطلباتنا ترجع إلى إمكانياتنا، وتوقعاتنا ترجع إلى نسبة شنو؟ نسبة جهودنا. انت شقيت تتعب تحصل، شقيت تنفق تربح. ولذلك احنا نشوف مثلا بعض الناس يقول سيد انا في مؤسسة اشتغل، صاحبي يطو راتب 1,000,000 وانا يطوني راتب 400، هذا شلون؟ مو حرام؟ هذا مو خلاف العدالة الاجتماعية؟ الجواب لا. ليش اذاك يطو 1,000,000 وانت يطوك 400؟ اذاك عنده شهادة، ذاك مهندس وعنده اختصاص مجال حسب تعبيرنا بحاجة الى دقة، جنابك لا، عندك شهادة ابتدائية وشغلك التنظيف، شغلك ما ادري خدمات، ما تحتاج الى اختصاصات في هذا المجال، فأجرك على قدر شنو؟ وضعك. أجرك على قدر وضعك. ولا يتصور الإنسان أنه هو مظلوم، لا، ليس مظلوما، لأنه أنت في الواقع ما قدمته هو هذا، فتحصل على ماذا؟ على حسب ما قدمت. نحن ورب العالمين نفس الشيء، يعني احنا علاقتنا بالله من نفس الطريقة. الله شو يقول؟ يقول يابا انت تنطي من نفسك
وتتعب حالك في سبيل رضاي، في سبيل نشر الدين، في سبيل توعية المؤمنين، في سبيل إرشاد الضالين. على أي حال رب العالمين يقول أنا هم أجري لك بمقدار عملك، بمقدار عملك. أما الإنسان يريد أجر الصابرين وهو جازع، يريد أجر المجاهدين وهو قاعد، يريد أجر العاملين وهو شنو؟ وهو خامل، ويريد أجر العلماء وهو جاهل. هذا ما يصير، ما يصير. أجر العلماء بمقدار ما على حال جاهدوا وتعلموا وسهروا الليالي وتركوا الملذات وهاجروا الأوطان وعاشوا الغربة والفاقر، لا إشكال ولا ريب سيحصلوا أجر ماذا؟ أجر العالم المجاهد في سبيل ماذا؟ في سبيل إحياء الدين والشريعة. والمجاهد نفس الشيء، والمجاهد أيضا نفس الشيء. فتعالوا أيها الأحبة أن نعرف هذه المعادلة، ولا نتوقع حسب تعبيرنا، ولا نتحرك بحسب شنو؟ بحسب ما أريده أنا وما أفهمه أنا وما أطلبه أنا. خل أذكركم شيء قبل أعتقد أسبوع، نعم أسبوع، شفت على حال على إحدى القنوات طالعين شباب يطالبون امتحان دور الثالث. يعني دور الأول هو ساقط راسب فاشل، دور الثاني هم فاشل، يطالب بدور الثالث. واللي عجبني يعني ضحكني أنه كان واحد منهم يقول أنه إحنا نطالب بدور الثالث وأن ينصفونا، هاي كلمة أن ينصفونا، ينصفونا بدور ثالث وإحنا نطالبهم وهذا حقنا. شوف إنسان هو خامل، هو فاشل، ما دارس طول السنة، ما أدري لاعب طول السنة مضيع وقته، وبعدين جاي امتحانات، والامتحانات هم تعرفوها شقد حساسة، 3-4 أشهر مطيهم مجال قعدوا اقروا، هو وقاضيها بالكافي شوبات وفي الكافي نيتات وفي المقاهي وفي الكذا، وبعدين صار امتحانات وفاشل، سووا له دور ثاني هم فاشل، يريد دور ثالث يقول انصفونا، وين العدالة؟ وانتوا وليش هالشكل ناس ما عندكم وجدان وما عندكم ضمير؟ هذا يضحك، هذه يضحك الثكلى كما ورد في بعض الروايات، مضحك للثكلى. يعني حتى الأم اللي ميت ابنها قمت تضحك عليها، ليش؟ نشوف هذا مو معقولة، هذا مو معقولة. الإنسان يطالب ما لا يستحق ويعتبر نفسه أن مطالبته فيما يستحق فيما لا يستحق أنه حق، وأن الذي يمنع مطالباته هو ظالم، ولازم أتظاهر، لازم أسوي كذا وأحرق ما أدري شنو وأغلق الشوارع. رب العالمين يقول أنا هذا ما أقبله، ما أقبله. شوف الروايات، طبعا الروايات في جانب آخر تتكلم بس عن نفس المعادلة، عن نفس المعادلة. شو تقول؟ يقول قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من رضي من الله عز وجل بالقليل من الرزق، التراضي اللي الله مطيك إياه راضي، رضي الله منه بالقليل من العمل. إذا الله مقتر عليك، مقتر عليك، الله ما يتوقع منك حسب تعبيرنا ما أدري الجهاد في سبيل الله، ما أدري صلاة الليل وإنفاق في ما، لأن يدري أنت وضعك هذا، فقليل من العمل هم يقبله، ما يخالف، ما يخالف. من رضي بالقليل من الرزق من الله رضي الله منه ماذا؟ رضي الله منه بالقليل من العمل. عن الإمام الصادق: من رضي من الله باليسير
اللي يقبل الله يطيه، هاللي حسب تعبيرنا مقسوم إلى من المعاش، من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل. الله ما هيك يتعامل، بس لما الله سبحانه وتعالى يعطيك، أنا خل أجيب في المثال حتى بعض الإخوة يلتفتون. شوفوا إخواني، الله رازق واحد مثلا فد شيء بسيط باليوم مثلا 25,000 دينار مثلا، بالشهر يصير 750,000، بالشهر 750,000. هذا رب العالمين ما يحاسبه مثل ما يحاسب اللي الله مطيه شنو بالشهر 10 ملايين، لأن اللي مطيه بالشهر 10 ملايين رب العالمين يقول أنا اعطيتك 10 ملايين، أنت عملك ما يتناسب ويا 10 ملايين اللي اعطيتك إياه، جيرانك محتاج ما تدير لبال، اليتيم ابن أختك يتيم ما تدير لبال، ما أدري صديقك كذا ما تدير لبال، الحج ما جاي تروح، وأنا عاقبك ليش ما تروح للحج، أنت مستطيع. ولكن ذاك الفقير اللي الله مطيه قليل ما يطالبه لا بالحج ولا يطالبه بالإنفاق ولا يطالبه بالخمس، لأن هو ما عنده، هو حسب تعبيرنا بالكاد مشي حياته. فبمقدار ما يعطي الله للإنسان يطالبه بمن؟ بالمسؤولية، يطالبه بالمسؤولية. ما أدري أجيبها على السياسة، أنا ما أدري أتكلم بالسياسة، بس فت قضية إجت ببالي هسا، إجت ببالي هسا شن هي؟ شوف، شخص كان قبل أسبوعين ما عنده مسؤولية، لا وزير ولا هم يحزنون، ما شكله لا، أكو واحد كان يتصل عليه لا، أكو واحد كان يتوقع منه لا، أكو واحد كان مثلا ينتقده لا، اكو كان واحد مثلا يتوسط الى لا، ليش؟ ما عنده مسؤولية. بس لما صار صاحب مسؤولية، لما صار رئيس، لما صار وزير، لما صار كذا، زادت شنو؟ زادت مطالبات الناس منه. يقول سيدنا ليش ما يفكون الناس من عندي؟ لان انت خليت نفسك في هذا المجال فلازم تتحمل مسؤولية. فمن أعطيه، اسمعوا جيدا، فمن أعطيه إمكانيات وأعطيه صلاحيات وأعطيه منزلة لابد أن يؤدي دوره بمقدار المنزلة والإمكانيات والصلاحيات اللي عنده. لا يصور أنه واحد شنو الناس ما لازم يتوقعون عندي، ما لازم الناس يحشون علي، ما لازم الناس ينتقدوني، لا. أنت رضيت بأن تكون كذا، رضيت، خلاص تحمل تبعاته، تحمل تبعاته. وهذا يحملنا مسؤولية. أنت رجل دين فأنت مسؤول في توعية الأمة، في إرشاد الناس، في إظهار المسائل اللي في الواقع يحتاجها الناس، أنت مسؤول. لما أنت جاهل، لما أنت جاهل وأنت مالك ربط لا بالحوزة لا بالدين لا بالشريعة، ما حد يقول لك تعال أنت انصح، تعال أنت أصعد، تعال أنت تتكلم. فالمسؤوليات بقدر ماذا؟ الإمكانيات والمواقع اللي يحصل عليه الإنسان ويجعل نفسه فيها. هاي معادلة لابد أن نفهمها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شنو رضيهم. آخر رواية عن الإمام الصادق يقول: مكتوب في التوراة من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته وزكت مكسبته. يعني يوم القيامة رب العالمين على حال هم يخفف عليه الحساب. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: اقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب. اقنع بما أعطيت وأوتيت يخف عليك الحساب يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم، متصل. نعم، منتظر، تفضل منتظر. السلام عليكم.
مرتضى تفضل حبيبي. عليكم السلام. شلونك مولاي؟ بارك الله بك. سيد سؤال ابو حاجه. تفضل. سيد انا داوم بالحشد. نعم. نداوم بالحشد، القسم انا قسم كل واحد قسم. نعم. القسم الثاني ياخذ دعم مالت الاكل، وانا اروح اجيب اكل. بيش كاشر احد زملائك ياخذ شنو؟ ياخذ مؤونة ياخذ الاكل مالتي. مؤونة. انا ذولا اهل المطبخ او الرزاق صدقاني يعني ما يستحون عندي، يعطوني اخر من عندهم. هاي بيش كان؟ وتاخذ يعني تاخذ اكثر من حقك. اي اخذ الجماعه ياخذون حقه وانا اروح اخذ من المطبخ. يعني مرتين جا تاخذ، مرتين جا يعني تاخذ. انا اخذ مره والجماعه ياخذ مره، يعني يصير مرتين. احسنتم. خير ان شاء الله، مشكور. محمد حسن تفضل. محمد حسن تفضل حبيبي. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيد؟ بارك الله بكم. سيد لك رأي سابق انه وضعت مقارنة انه الفساد ام الفوضى. بني سبقت نفس الفساد على الفوضى مو؟ بين الفساد والفوضى. بني اي قدمت الفساد على الفوضى. بني اوكي. هو هذا كان رأي بالتزامن مع الثورة الشعبية ضد الحكومة. بني بني يعني المنطق والعقل يقول انه انا اليوم اطلع افرص الفساد واعبر عن رأيي، تجيني المؤسسة الدينية تفضل الفساد على الفوضى، انا اشوف الترك اولى. احسنت اخ يعني محمد. اخ محمد حسن، هاي الحكومه المحافظه اللي مناصبها باعت الفازارات. اخ محمد حسن لو تسمح تسمعني محمد حسن تسمعني؟ اسمعك. جيد. اقول المقطع اللي انتشر كله سمعته لو بس هذا اللي نشره الجماعه. انا ما يهمني. ما يهمك شلون؟ ابدا. لا 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 ابدا. لا 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 هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. ما يهمك شنو؟ لازم تسمع الكلام كله. ليش ما يهمني؟ بلي. ليش ما يهمني؟ لان الملخص اللي اخذته اللي قدامك حطيت استفهام، قلت لهم فساد ام فوضى؟ سكتوا وهم قلت لهم فساد. اقول اسمع. حط مقدمات ما مقدمات، قص الموضوع، قص الموضوع، يا اما انصر يا اما ما اتدخل. زين. الان اوكي. لا الجهه اللي جاي تطالب بالاصلاح، انت ما عادلتك شخصيا، ما مجبر انه انت تجي يعني شو اسمه تكون حجر عثره بطريقهم. خير، جزاك الله خير، اشكرك شكر جزيل، بارك الله فيك. الاخ احمد تفضل. اخ احمد حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. البيع تكت لحلال ام حرام؟ نعم. البيع تكت لحلال ام حرام؟ البريس. ايه ابو العيب. ابو الايش؟ ابو بريص. ابو بريص يعني. ايه. الوزغ. أي. قتله أي. حلال ام حرام؟ ايه. جيد. حياك الله اخ احمد. نعم متصل اخر. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام حياكم الله. سيدنا العفواني ضابط بالشرطة العراقية. نعم. الحمد لله والشكر عايش براتبي. أخذت قطعة يسرحونها على نظام 25، قانون 25، هذا قانون 25. نعم. تتقسط عليك القطعة لمدة 20 سنة. نعم. انحسبت علي هاي القطعة، انحسبت علي تقريبا 87 مليون. تسدد خلال 20 سنة. الحمد لله والشكر الله رزقني قدرت اني ابيع هذه القطعه 200 مليون. جيت سددت للدوله، نعطيتها المبلغ المتبقي اللي علي، تقريبا طلع لي ربح من هذه العمليه كلها 85 مليون. انا عندي راس سنه خمسيه كل يوم 14 شهر رمضان المبارك. فهذه ال 85 اللي طلعت لي من الارض هذه علي خميس الثاني اعود مسيدس الثاني الله يحفظه، اذا كانت الارض بالاقساط فما عليها خمس، فارجو الاجابه من دينارك. اقول ابو عبد الله انت استلمت الفلوس لو شنو؟
اي نعم استلمت واشتريت قطعه ثانيه. احسنتم. اشتريت قطعه ثانيه بيها يعني كل المبلغ هذا المتبقي اشتريت قطعه ثانيه. فانت الان جاي تسدد ذيك ال 85 جاي تسددها الى البنك؟ لا العفو سيدنا انا سددتها كاملة. الربح اللي اجاني الربح اللي اجاني اخذته اشتريت بيه قطعة ثانية. واضح. فانت اذا انت كسبت الان 85 مليون فوق الفلوس اللي كانت عندك واشتريت بها قطعة ارض بالاقساط. قطعة الارض اللي اشتريتها سيدنا هي اساسا اقساط يعني تدفع انت كل سنة 4,380,000. والآن ما مسددها بعدك يعني بعدك جا تسدد؟ لا الحمد لله لا سددت الحمد لله وحتى اللي طلع لي من الربح مالتها قدرت انه اشتري سيارة بسيطة واشتري قطعة أرض بمبلغ 85 مليون. هاي القطعة الأرض اللي اشتريتها 85 مليون هذه شنو بنيتها لو هيك عايفها القطعة؟ لا بعدها ما بنيتها ما عندي إمكانية صراحة انه إيه. واضح. شكرا يا أبو عبد الله. شكرا حبيبي. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم. شلون سيدنا؟ بارك الله بكم. سيدنا بس أنا عندي سؤال. أنا عندي دور هواية يعني ما أعرف يد بس الأخص كلمني محمد ولا محمد؟ شلون حبيبي عفوا شنو؟ أنا عندي دور هواية. نذور؟ يعني دور. نذور ما أعرف من 10 6 ما أعرف إيش كذا بس أعرف كلمني محمد ولا محمد؟ يعني بس الصلاة على محمد نذورك؟ لا مو يعني دجاج يجوز سما يجوز أي شيء أكل يعني أنت. ولكن ناسين ناسين كلهن؟ أها بسم الله. محمد شلون تنذر لو سمحت؟ شلون طريقة نذرك؟ أنا طريقة نذري خلنا جحد مثلا تقول أذبح الدجاج لأمي. أحسنت حبيبي محمد وإن شاء الله أنا أبين لك انه هذا النذر شنو حكمه. مشكور يا حبيبي. نعم ام محمد تفضلي. معين. حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم حيث. السلام ورحمه الله وبركاته. ذاك اليوم انا شكيت وياك قلت لك من بدره. نعم. وعدنا بيت اخذوه من عندنا اي الله. وهذا الولد اللي اخذه من عندنا يشتغل مات في العين اسمه حيدر عبد الرزاق. بدون اسماء أي. حجيه بدون اسماء بالبرنامج بدون اسماء. اي رحم الله والديك. يقول هو هسه مشتكي علي ام القاضي ويريدني يوم الاربعاء. يقول على اساس اني من خابرت علي فاني سابه ابوه. حجيه ام محمد الله يخليكي انت الاسبوع الماضي بينتي المساله وقلت هذه نزاع نزاع بينك وبين جماعه هذا النزاع هذا النزاع لازم نسمع الطرفين. هو رايح مشتكي علي على اساس اني سابه ابوه. على اي حال هذه قضيه نزاعيه حجيه في المحاكم وفي القضايا لازم يعني تثبت مو انه انا رحم الله والديك اشكرك. انا ما سبيت ابوه هو رايح مشتكي علي من القاضي. اشكركم اختي انا بينت هذا الامر راح ايضا اعلق مره اخرى. مشكوره ام محمد حياكم الله. وسن تفضل يا اخي. حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا اني ارك 7 سنوات ونص تقريبا ما صار عندي طفل. نعم. ونذرت لها سيد احمد الغريشي بدالي في تقريبا قيمتها مليون. شلون؟ قلت له انا بري مضبوط ما بي اي شيء هذا. نذرتي؟ بس الزوج ما يرضى. نذرتي للسيد شنو؟ نذرت السيد احمد الغريشي مداليتي ذهب. ميدالية مليون تقريبا قيمتها مليون. والله رزقك ولد؟ الحمد لله. والزوج؟ الزوج مو يعني قلت لك هو كلش مشدد بس ما يعني حاجه تهدد من عنده. الزوج لا يرضى انه انت تدفعين هذا جيد واضح. مين سمع ان الحكم يعني يقول اذا الزوج ما يرضى باطل هم هاي لبيها بعد اكثر. واضح واضح. شكرا شكرا حياكم الله. نعم متصل. نعم يظهر اكو خلل بالاتصال. نعم الاخ مرتضى اخواني المتصل الاول مرتضى من الحشد يقول اكو اقسام مختلفه وتدرون ويطون اكل وطعام. هو جناب الاخ مرتضى قال الصاحبه روح اخذ حصتي فيروح ياخذ حصته وحصه مرتضى يعني صاحبه يروح ياخذ حصته وحصه مرتضى ومرتضى يروح للمطبخ وياخذ حصة أخرى لأنهم يستحون من عند الجماعة بالمطبخ. هل في إشكال؟ الجواب نعم في إشكال.
واضح انت جاي تاخذ حصه مضاعفه وكل واحد له حصه واحده، وانت جاي تدز واحد ياخذ وبعدين تروح تاخذ، وحسب تعبيرنا بالحياء يعني تاخذه بالحياء يستحون من عندك او يحترمونك. فليس صحيحا ان انسان يتجاوز على حق الاخرين وياخذ اكثر من حقه، فهنا لا اشكال في انه حرام. وقد يضمن، وقد تضمن هاي قيمة الوجبة اللي جاء تأخذها زيادة، قد تضمن قيمتها. واضح حبيبي؟ نعم. الأخ أحمد يقول أنه قتل الوزغ شنو حكمه؟ لا إشكال في قتل الوزغ، يعني قتل الحيوانات ما في مشكلة إذا كانت مؤذية. وقتل الوزغ أكو كلام على أنه اللي قتله يحتاج غسل كذا، ما أكو هالشكل شيء، يجوز أن يقتله ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، والأمر واضح. عندي اتصال له أطرح مداخلة الأخ محمد حسن. الأخ محمد حسن يقول إحنا سمعنا من عندك مقطع تقول أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الفساد موجود أو الفوضى، والفوضى موجودة، يقول أنت قلت الفساد أهون وهذا شلون، وأنت شلون ترضى بالفساد وكذا. شوفوا أخواني، ماكو واحد عاقل يقبل بالفساد، ماكو أحد عاقل يقبل بالفساد إلا إنسان يكون على حال في عقله لوثة أو يكون في فهمه وحكمته نقص، ماكو واحد يقبل بالفساد. ولكن نحن نتكلم عن قضية التزاحم. التزاحم يعني إيش؟ يعني تزاحم أمر الإنسان بين حالتين لا ثالث لهما. نظرية التزاحم هنا مشكلتنا، مو أنه سيدنا إحنا لازم نحارب الفساد. بلي، لابد من محاربة الفساد، لابد من الوقوف أمام الفاسدين، لابد من تعرية الفاسدين، لابد من محاكمة الفاسدين، هذا لابد. بس أقول بحثي وين كان اللي بعض الخبثاء ايش سووا؟ قطعوه وارادوا ان يشوهوا السمعه، قالوا كذا، سمعوا الكلام كله. وكل اخ محمد حسن سمعته يقول ما يعنيني. ليش ما يعنيك؟ لازم تسمع كل الكلام، وما تقدر تتحاكم مع انسان على حال تسقطه او تحكي عليه وانت ما سامع حكايته كلها. اسالك سؤال اخ محمد حسن، اسالك سؤال، انت جاي تمشي، اسمعوا جيدا يا شباب، انت جاي تمشي في الشارع، تمشي بالشارع وتشوف، وتشوف على حال امرأة جوعانة، جوعانة وتحتاج الى اكل، وتشوف واحد طايح ويحتاج الى اخذ للطبيب، اذا ما تاخذ الطبيب قد يموت، وانت ما عندك الا شنو؟ الا مال واحد، لو تطيل هاي الطعام تاكل المرأة، لو هذا الطفل تروح تعالجه. هنا التزاحم شو يقول؟ يقول لابد ان تطيل هذا الطفل حتى تعالجه لان تنقذ حياته. هاي الجوعانه قد ماذا؟ قد تتحمل، ما تموت. انت الان تقول اوه السيد يقول خلوا الجياع موجودين جائعين. الكلام اذا زاحم الجائع مريض او زاحم الجائع من حياته مهدده. تزاحم، هاي نظرية التزاحم اقرؤوها، فهموها بالحوزة، فهموها جيدا. تزاحم وين؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شو يقول؟ يقول لابد للناس من أمير، لابد للناس من أمير، لابد من رئيس، لابد من واحد، بر كان أو فاجر. شوف، بر كان أو فاجر، حتى لو فاجر واحد يقول أوه الإمام أمير شلون يدعو أن يكون الرئيس فاجر؟ يقول الإمام إبن إذا ما يكون أكو رئيس حتى لو فاجر رح يصير فوضى، والفوضى أسوأ من الأمير الفاجر. هاي كلمات بعد، ارجعوا إلى نهج البلاغة شوية، اثقفوا، لا تأخذكم الفوضى والصيحة والعلي حال الهوسة، خلي واحد يفهم الأمور بشكل واضح. الإمام إبن يقول لابد للناس من أمير، بير كان، بير يعني إنسان جيد متقي وعادل، أو فاجر. فلما ما تقدر تقول ها يا أمير منيش شلون تدعو أنه لابد للناس من إمام فاجر؟ يقول لأنه إذا ماكو إمام فاجر فوضى تصير،
هذا يقتل هذا، هذا يسلب هذا، هذا يقطع طريق هذا، هذا يسد المدارس، هذا يقتل الناس، هذا ما ادري ايش يسوي. طبعا فوضى. فنحن بين الفوضى وبين الفساد، ايهما اهون؟ اهون. كلاهما فساد، كلاهما على حال منكر. هم الفوضى منكره وهم الفساد منكر، ولكن ايهما اهون؟ ايهما اهون؟ الاهون الفساد. اللي يبوق الناس 20 سنه يبوقون، 20 سنه يبوقون، بس انا محافظ، انت محافظ على بيتك، محافظ على شارعك، محافظ على وظيفتك، بناتك رح يدرسن كذا. يعني اكو شيء اسمه نظام ولو حسب تعبير فيه فساد. بس اذا صارت فوضى والقوي ياكل الضعيف وما ادري ايش تسوين كذا، وتحرقون ويسلبون ويغلقون وكذا، هاي شنو؟ هنا أنا اكو بعد بنت تقدر تروح المدرسه، اكو طفل يقدر يستمع على نفسه، اكو تاجر يستمع على تجارته. لو تبدا على حال الابتزازات وكذا. اخو شفتوا انتم، شفتوا الحمد لله شلون صارت فوضى، اللي التجار يبتزون والشوارع تغلق والما ادري ايش. هل الفوضى خير ام يبقى الفساد؟ وإن كان الفساد لعنة، وإن كان الفساد منكر، العقلاء والروايات والأئمة والشريعة يقولون على أنه شنو؟ على أن لا فوضى وإن كان الفساد موجود. واحد يتكلم قال الإمام الحسين مو قام، بل الإمام الحسين رأى أنه إذا لم يقم الدين سيمحى، الدين سيمحى. فصار بين أن يقاتل في سبيل الله ويحفظ الدين، وبين أن يقع الدين بيد يزيد وأمثال يزيد. قال إذا وليت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام. شاف هالشكل. فلا تقيس قضية الإمام الحسين ووقوفه وكذا بوضعنا. وضعنا نعم فاسدين وباقوا، وتعرفون التو بعد، لا واحد لا ينزه نفسه، يعني لا يعتبر نفسه هو بعيد. بلي الكل، الكل فاسدون، والكل أكلوا، والكل شربوا، والكل أوغلوا. ماكو واحد يجعل نفسه مستثنى. ولكن إذا دار الأمر بين فساد موجود في مؤسسات وبين فوضى عارمة لا يأمن إنسان على نفسه، على عرضه، على ماله، على شرفه، أيهما أولى؟ لا عاقلة في الكون يقول أن الفوضى، الفوضى مقدمة أبدا. فوضى ما حد يقبلها. فنصيحتي الأخيرة لمحمد حسن وأمثال محمد حسن اللي هواي في قلبه علي، أنه أنت ليش توقف قدام الكائن؟ ما أوقف قدامه، أنا وظيفتي أبين الصح وأبين ما تمليه عليه الشريعة وتمليه علينا روايات أهل البيت. لست مع أحد أو أحد، وإذا شوفني في هالقناة هذه منبر من منابر، جيب قناتك أقعد هم أحكي بيها، وقناة أخرى أقعد أحكي بيها، أنا في الشرقية طالع أحكي، أنا في قنوات أخرى طالع أحكي، ما عندي منبري. المنبر أي مكان منبر أتكلم فيه الحق، ولا أجامل أهل الباطل، ولا أحابي طرف على طرف. هذا رسالتي، رسالتي كإنسان على حال جعلت نفسي رجل دين، وعلى حال درست الشريعة حتى أبلغ الدين. وهذه الرسالة في الواقع أبينها على كل المنابر، ولا يعني أني حسب تعبيركم أنتوا ياخذ فلوس كذا، لا هذه خلوها على حال إلكم. القضايا هذه ليست من لباسنا. ولكن عموما أخي الكريم كنصيحة، حاولوا أن تكونوا دقيقين في فهم الأمور، في فهم الأمور ودراسة القضايا، حتى لا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا. ظلم الآخر وإسقاط الآخر وتسقيط الآخر يوم القيامة شيء عظيم، شيء عظيم. الظلم مو بس تقتله بالرصاصة، الظلم مو بس تسجنه بالزنزانة، الظلم عندما تشوه سمعته وتسقطه وتكذب عليه وتشيع عليه إشاعات غلط وأخبار غلط ومعلومات غلط حتى السقط في أعين الناس، هذا ظلم
والظلم يوم القيامة ظلمات كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن لا نكون ممن تأخذه شنو العصبية. العصبية مو صحيحة. عصبية يعني لا يتعصب الإنسان إلى ما إلى رأيه، لا يتعصب الإنسان إلى جماعته، خلي يكون إنسان على حال موضوعي، وإنسان حسب تعبيرنا متشرع ينظر الأدلة إين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع إن شاء الله تعالى. الأخ أبو عبد الله يقول أنا ضابط في الشرطة وقدمت على قطعة نظام ما يسموه ما أعرف نظام 25 أو عقد 25، وقسطوا علي الأرض، حصلتها أنا مقسطة 85 مليون، بس بعتها القاعة، بعتها بمية أو 200 مليون، يقول حصلت تقريبا 85 مليون ربح. الله يبارك في ربحك ويبارك في رزقك إن شاء الله تعالى. شكو به إنسان يربح، إنسان يكسب، هذا أصلا ثواب الإنسان يعمل حتى يحصل على أرباح، والتجارة من الأمور المطلوبة في الشريعة الإسلامية، جيد لا بأس به. بس يسأل يقول هاي 85 مليون الجديدة اللي عندي عليها خمس أو لا؟ شوف حبيبي أبو عبد الله، إذا بقت هال 85 مليون عندك، خليتها بالغرفة، خليتها بالبنك، خليتها بالمصرف، هاي إذا تجي رأس السنة الخمسية في رمضان إذا مر عليك لازم تخمصها. ليش؟ لأن شيء زائد، مالاتك، مالاتك زائد. تقول سيدنا مو أنا اشتريت قطعة أرض بعدني جاء أسدد قطعة أرض اللي تسددها في واقع الحال، تقول سددتها وكملتها، من كملتها صار كل فلوسك هاي إلك، هم ال 85 اللي دفعتها وهم الأرباح اللي جتي. فإلا أنه تروح هاي الفلوس تصرفها شراء سيارة، شراء ما أدري شقة، أي شيء اللي تكون ضمن حاجاتك الفعلية، تتزوج ابنك تشتري له مثلا شقة تقعده ما عليه خمس، أو تشتري سيارة لأهلك أو كذا، أو تصرفها في مؤونتك، هذا ما في مشكلة. أما إذا أبقيتها فيأتي عليها الخمس، فقبل رمضان اتصرف فيها تصرف في حاجاتك في مؤونتك. تقول والله إذا سوي غرفة جديدة فوق الطابق الثاني سوي، ما دام عندك فلوس سويها حتى لا يجي عليها خمس، فشيء اللي عندك مصاريف كملها حتى لا تبقى الأموال عندك. زين محمد هذا الولد الله يحفظه يقول أنا هواية أنذر نذور كثيرة وأنساها، وشنو اللي أسوي؟ بس محمد لما قلت له شلون تنذر قال أقول يا رب إذا نجحتني أو أذبح لي دجاج الأم والبنين. هذا مو نذر يا حبيبي محمد، هذا ليس نذرا، هذا مو نذر، هذه حكاية، وهي الحكاية ما لها أثر شرعي. النذر يحتاج لصيغة وصياغة، صيغة أو صياغة أو تعبير خاص، تعبير خاص. والتعبير الخاص للنذر هو أن تقول لله علي، لله علي أذبح ديكا، لله علي أذبح دجاجة إذا الله رزقني كذا، إيه هذا نذر شرعي. أما هذا الكلام اللي تقوله هذا ليس نذرا، والما عليك شيء إن شاء الله تعالى، الله يوفقك بحق محمد وآل محمد. أم محمد، أم محمد في حلقة سابقة تكلمت بشكل طويل وعريض، عندها مشكلة في قطعة أرض في بدرة، وجايين ناس ومستحوذين عليها ومدري ايش، وفي دائرة الزراعة وقضايا كثيرة. تقول الآن راح مشتكي علي حجية، حجية أختي، هاي القضية قضية المنازعات بين الطرفين، ما أقدر أنا أنطيك حق أو أسلب منه حق، لابد الطرفان يجلسان، هذا يقول اللي عنده وهذا اللي يقول اللي عنده، وبعدين الحاكم الشرعي يشوف الحق المن. أما أنت تحكين حكي وهو عنده حكي وأنا ما سامعه، فما يمكن أن نقول شيئا، ماذا أن نقول شيئا ونحن لم نسمع الطرف الآخر. فأرجوك في هالقضية اذهبي إلى المحاكم، أو اذهبي إلى أن تجمع الأطراف عند شخص يحكم بينكم. الأخت وسن، وسن تقول أنا 3 سنوات ما عندي أولاد، نذرت إلى سيد من السادة أن أتبرع بميدالية ذهبية اللي تسوى 1,000,000 دينار. يقول الله رزقني الولد والآن أريد أن أفي بنذري، أنطي اللي علي، زوجي ما يقبل.
وجيد. إذا زوجك ما يقبل جيد بعد ليش متأذاية؟ الزوج إذا نهى أو أبطل نذر زوجته لا إشكال في ذلك، فليش متأذاية أنت؟ يعني المهم أنه خلص اللي كان برقبتك راحت، اللي كان بذمتك راح، وبين يعني حسب تعبيرنا لازم تشكرين من عنده أنه بطل نذرك. فبعض الأحيان الزوج أو الأب من يبطل نذر ابنه أو الزوج يبطل نذر زوجته لأنه قد يشفق عليه أو قد ماذا، قد يراه أنه على حال يقع في شدة أو في ضيق، فهو يقول أنا ما أقبل. مثل ابني يقول لي بابا أنا نذرت أمشي إلى مثلا فلان مكان مشي على الأقدام، وأنا أدري هذا رجلة تعبانة، أقول له لا هذا نذرك أنا أبطله. فيجوز للأب أو الزوج أن يبطل نذر زوجته وأنت لا تتأذين، هذا ما عليش بعد شيء، في مسؤوليتك الشرعية، مسؤوليتك الشرعية انتهت ولا إشكال فيها. إذا أكو اتصال انطيني يا حازم. سعد تفضل يا سعد، حياك الله سعد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك سيدنا بلا زحمة، أنا عندي مبلغ من المال ورجعت أبني موكب. نعم. فشفت أكو عوائل تعبانة. بلي. فرجعت من الموكب قدمت هاي الفلوس انطيتها للعوائل التعبانة. ماني ما يعني هل يروحنا حلال حرام ما اعرف شنو الاشكال. ادري هاي الفلوس فلوسك يا سعد لو فلوس الاخرين؟ لا لا فلوس المبلغ مالتي. مالتك كله مالتك. نعم سيد. مشكور يا سعد ويعطيك العافيه، حياك الله. الاخ سعد سمعت مسالته، هو عنده اموال خاصه، هاي الاموال الخاصه راد يبني موكب للحسين صلوات الله وسلامه، يقول شفت اكو فقراء وناس ومساكين، فانا بعد الغيت مشروع الموكب ورحت شنو ادفعتها للفقراء، هل علي شيء؟ الجواب لا، الموكب ثواب وإغاثة الفقراء والملهوفين ثواب، وإنفاق في سبيل الله ثواب، كله ثواب لا إشكال في ذلك. فلا تتأذى أنه ها أنا ليش اعطيته للفقراء وما سويت موكب. الحسين صلى الله عليه وسلم سيجازيك على فعلك هذا في إغاثة المؤمنين والملهوفين والفقراء. يعني أنا الآن أكو مناطق تعبانة أو مدارس، الآن جابوا لي صور مدارس في أطراف النجف جدا متهالكة، زين أنا الآن عندي فلوس أروح أبني هذه المدرسة أو أسوي صحيات أحسن، لو مثلا أجي أنطيها لفلان وفلان مثلا يسوي له وليمة، بلا أشكال ذاك أولى. بعض الأحيان الأولوية وين الإنسان بينه وبين الله هو يحددها، ورب العالمين يجازيه على فعله هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك يا أخ سعد رزق واسع، حتى هم تساعد الفقراء وهم تبني مواكب عديدة إن شاء الله تعالى. أدي متصل آخر. نعم أخواني، أكو هناك أرقام يعني دائما تعلن لكم، وهي أرقام مؤسسة المصطفى، أرقام مؤسسة المصطفى اللي هي واضحة في صفحات الفيسبوك وفي التليجرام، قناة مؤسسة المصطفى. الإخوان الأعزاء الفضلاء، من ساعة 11 الصبح للساعة 8 في الليل، يعني إلى الآن هم جالسين يجاوبون الأسئلة، فضلاء وطلبة، ويستمعون إلى مسائلكم، يستمعون إلى قضاياكم، ويجيبون على استفتاءاتكم، وإن شاء الله تعالى نكون في خدمة المؤمنين في توعيتهم وفي إرشادهم وفي بيان وظائفهم الشرعية. وهذه في الواقع كلها تبذل هذه الجهود في سبيل نشر الوعي وبيان الدين ونشر الدين وإغاثة الملهوفين وإرشاد الضالين كما ورد في بعض الروايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، وأن يوفقنا للهداية وأن يرينا الحق حقا فنتبعه
ويرينا الباطل باطنا فنجتنبه ولا يجعلهما متشابها علينا فنتبع هوانا. ولا تنسون والدي من الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.